نعم صحيح، أكيد 100%. نظام تعليمي في الأردن بخزي وبعر، وما بتقدر تحكي إنه إحنا في عنا نظام تعليمي في الأردن. ليه؟ هذا يا سيدي العزيز، نحن كمهندسين كنا كتير متضايقين إنه إحنا في عنا نظام التعليمي قاعد بطلع عنا ناس أو مخرجات من التعليم مش أب to the expectations. يعني إحنا ما عم بنلاقي إنه الخريج حديث التخرج عنده السكيلز المهمة عشان تميت سوق العمل، وكنا كثير زعلانين. ومبارح لجنة المهندسين الشباب نقابة المهندسين مشكورين عملوا مؤتمر في البحر الميت، واستضافوا فيه وزير التعليم العالي، وكان المفروض تحت رعاية رئيس الوزراء الأفخم عشان يناقشوا هذا الموضوع. في واحدة من خليني أحكي المحاور اللي كانوا يحكوا فيها إنه التعليم ومخرجات التعليم الجامعي، وكان وزير التعليم العالي ما شاء الله كتير أوبن وحكى إنه لازم نعدل هاي المناهج، اللي بضل يعلم بهاي الطريقة لا ما راح يقدر يلحق القافلة، وراح يتأخر وراح يكون متخلفة وإلى آخره، والجامعات راح تنزل عن التصنيف. اللي فجر الموضوع وخلاني اليوم أنا أطلع أحكي بهذا الفيديو اللي هو صف أول ابتدائي. اليوم هيك عم بعمل براوزنج على الانترنت، على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، على الفيسبوك، بتطلع بتفاجأ اللي هو في فيديو من قناة رؤية بيحكي عن منهاج الصف الأول وكتاب العلوم اللي هو فيه فصلين للصف الأول وموجه بطريقة جدا بسيطة المفروض يكون، ولو جبت حدا من صف رابع ابتدائي ممكن ألف له هذا الكتاب. اللي فجر الموضوع بيحكي لك إنه المناهج استعانت وزارة التربية والتعليم بشركة بريطانية أو أجنبية وكتبوا معاها عقد وقالوا لها يلا سوي لنا المناهج، والمناهج هي طلعت مترجمة عن المناهج الله أعلم من وين، بغض النظر هي من بريطانيا ولا من غيرها. لكن بعد ما ترجمت وبعد ما انتشرت طلع في مشاكل في هذا الكتاب، وكان موضوع الحلقة انه يناقشوا شو مشاكل الكتاب اللي المفروض انه لصف اول ابتدائي. اليوم بدي احكي لك انه لصف اول ابتدائي قاعدة شركة اجنبية بتألف الكتاب وبتترجمه او بتترجم كتب ومناهج خارجية وبتدخلها لصف اول ابتدائي وبتعلم هاي المناهج. بغض النظر هاي المناهج شو مشاكلها وشو معضلاتها وشو فوائدها وشو اللي فكر اصلا انه يوقع هذا العقد مع شركة اجنبية لتأليف هذا الكتاب او لتأليف المناهج اللي راح تنتشر لطلاب الاردن من الصف الاول لابصر اي صف، وما استعان بالخبرات اللي احنا بنغني فيها اصلا في الاردن. طلع في مشاكل ترجمة، طلع في مشاكل لغوية، طلع في مشاكل سردية، وطلع في مشاكل في التمارين اللي موجهة للطلاب. في واحد من التمارين بيحكي لك انه بخاطب الطالب صف اول روح استضيف حدا من الجمعية العلمية الملكية لابصر شمال اهلها، واللي هو انا اصلا هلا عمري مليون سنة ضوئية وما راح اقدر استضيف اصلا حدا فيها. فكان في مشكلة في السرد، في مشكلة في العلم اللي موجود فيه هذا، ان كيس اعتبرنا اصلا انه في علم اساسا موجه لصف اول ابتدائي. احنا اوكي بنحكي احنا بنعلم الطلاب، لكن هي مواد بسيطة جدا 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 لصف اول ابتدائي. نحن عم نحكي ما بدنا نالفها في الاردن، ما بنقدر نالفها في الاردن. المعضل الاكبر من هيك لما استضافوا خلينا احكي الدكتور احمد الحجاية اللي هو نقيب المعلمين، قال لك انه احنا في اخطاء اصلا وجهناها ورفعنا فيها كتب وحكينا فيها للناس، لكن طنشونا اللجنة، واللي اخذوا فيه اخذوا فيه، واللي طنشوا طنشوا، وما حدا راضي عن المنهاج اللي طلع. فالفكرة في الموضوع مين اللي بده يستفيد من هذا المنهاج، ومين اللي مصلحته اصلا يوجه شركة اجنبية انها هي تكتب عقد، وهذا العقد باعتراف من الناس اللي في الحلقة انه كل بنوده هاي موجهة لفائدة الشركة ولمصلحة الشركة. وبحكي لك المضيع هذا اللي تعودنا عليه من الحكومة الاردنية، وما حدا قاعد بتاخذ اي خطوة بهذا الاتجاه. اللي بقدر احكي انه اقرأ على الجيل كامل السلام من وراء، بديش احكي المسؤولين، من وراء كل الشعب اللي بيحكي لك اوكي انه هاي المناهج اوكي وانا مش سائل اوكي انا ما راح اغير الى اخره. اقرأ على الجيل كامل السلام، مش بحكي بس عن المهندسين اللي كنا مبارح نحكي عنهم في البحر الميت، بحكي عن كل المهن وكل شرائح الشعب الاردني اللي هلا انتم اصلا مصيركم بايد مناهج بتالف اصلا برا الدولة. اللي قاعد بفكر فيه انا، طب اذا كان هاي الشركة راح تألف مناهج وتترجم مناهج اصلا جاي من برا، اذا جينا على اشي له دخل في تاريخ الاردن، واذا جينا على اشي اسمه له دخل في الجغرافيا، واذا جينا على اشياء يعني فيها مساس بالبلد، فهل هم بترجموها ولا هي بتتألف عنا في الاردن، ولا ما في حدا عنا اصلا ألفها؟ وليتر ان بدي احكي لك انه انت كل اللي قاعدين نعمله هاد راح يخرب
كل الثقافة والمخ والتفكير والتفكير النقدي الموجود عند الطلاب وعند الجيل الجديد. والله يستر من اللي جاي، والله لا يسامح أي شخص ما قاعد بيقوم بوظيفته 100% زي ما مطلوب منه بأمانة، لأنه راح يضيع جيل كامل لما بس يوقع على ورقة واحدة ويحكي approved أو موافق عليه. نسيت احكي لك شغله كثير ضروريه قبل ما اروح، هم كم سؤال اي حدا قبل ما يوقع او حدا قبل ما يوافق انه على الشيء اللي بصير انه نسال هالكم سؤال. السؤال الاول، هل الاردن ما فيها اي كفاءه انها هي تالف منهاج لصف اول ابتدائي؟ اثنين، وين المشاكل في اي مناهج موجوده عندنا في الصف الاول ابتدائي تحديدا؟ ثلاث، ايش اهميه الصف الاول الابتدائي انه احنا ندير بالنا اصلا عليه؟ هل هو هالفارق الكبير لو انه اخذوا معلومه شوي فيها في السرد غلط او فيها في التعبير اللغوي غلط او فيها تضاربات في استخدام تعبير معين في صفحه واستخدامه في مكان ثاني له معنى ثاني؟ غير هيك اسال حالك قبل ما توقع وتحكي انا بدي اطبع هذه المناهج واطبع منها عدد هائل اوزعه على كل الطلاب اللي بيدرسوا في الاردن في الصف الاول ابتدائي او الثاني ابتدائي او اي صف اتدخلت فيه هذه الشركه في تاليف الكتب هاي، وانت نفسك المسؤول عن المناهج هاي ما راجعتها او راجعتها ويسكبت وطنشت الموضوع، اذا انا طبعتهم ووزعتهم على دول الطلاب هل بيطلع جيل صح؟ ولا بيطلع جيل عنده مشاكل معينة في زوايا معينة هي إلها دخل في شخصيته أو في علمه أو في معرفته أو في تاريخه أو في أي شيء يخص هذا الشخص اللي راح يطلع من وراء دراسته لهذا الكتاب وتقديمه امتحانات في هذا الكتاب وحفظه للمعلومات الموجودة في هذا الكتاب؟ وإحنا عارفين قصور التعليم في الأردن على الحفظ، يعني أنت بكل الامتحانات اللي بتقدمها في الأردن في النظام التعليمي من الروضة للصف التوجيهي خلينا نحكي، ويمكن في الجامعة كمان بأغلب الحالات هو قائم على الحفظ. تخيل اللي بده يحفظ المناهج اللي انت قاعد تترجم وتطلع من تحت ايدك، انت كوزير كمسؤول كرئيس لجنة بأي شكل من الأشكال بأي بوزيشن من البوزيشنز أو موقع من المواقع الإدارية اللي انت مستلمها، هل هذا الجيل اللي راح يطلع صح؟ والسؤال الأخير اللي أسأله لحالك، هل هذا اللي أنا قاعد بعمله لو حدا عمله معي لما أنا كنت في الصف الأول وطلعت وكبرت وصرت مسؤول واكتشفت إنه هذا الحكي صار، هل بعيد نفس الكرة وبكون راضي إنه أنا صار فيه هيك؟ أو حاليا أنا برضى لو حدا هلا عمل في أولادي أو أحفادي أو إلى آخره هاي العملة السوداء اللي أنت قاعد تعملها؟ وكمان إذا بدك شوي هيك تسأل، حط حالك مكان الناس اللي قاعد بتدور على شغل، هي كلها كفاءات وما حدا فيهم ما عنده كفاءة، واللي دارس واللي مخلص واللي عنده شهادات واللي عنده دورات واللي عنده بوزيشنز يعني ممكن يشغرها بشكل كثير قوي ويطلع منتج كثير قوي. هل أنا لو حطيت حالي مكانه أنا كمسؤول اللي وقعت على أنه هاي الشركة أصلاً تألف المناهج، هل أنا بكون راضي إذا أنا مش لاقي شغل وقاعد وبدور على لقمة الخبز إنه هذه الشركة عملت المناهج وأنا بقدر أسوي مناهج أحسن منها وأصح منها وتنتمي للمجتمع اللي أنا أصلاً راح أوجه له هذا الكتاب وبعرف إيش المجتمع هذا بيحتاج وإيش العلم اللي صح اللي بتوجه لهذا المجتمع، وبكون أمين وعندي مصداقية أعلى من كل الشركات ممكن تيجي من برا البلد على المناهج؟ مش إنه أنتوا لما جيتوا بدكم تعملوا أي تعديل كان لازم بالعقد تبعك تروح تبعت للشركة هاي عشان هي اللي توافق لك إنه سوي هذا التعديل وحطه بالمنهج عشان حقوق الملكية، مع إنه أنت البلد اللي أنت راح تستفيد من هذا العلم لو ما وافقت لك أو إذا ما وافقت لك هذه الشركة على تعديل الإشي اللي بده ينحط في المنهج فهو ما راح ينحط وراح يضل على حاله حتى لو كان غلط، لأنه عندهم هم حقوق الملكية مش عندك أنت اللي وقعت واللي قاعد بتضيع جيل في حاله. بغض النظر المشاكل راح تكون بتضيع جيل ولا ما بتضيع جيل، بغض النظر المناهج صحيحة ولا المناهج خاطئة، بغض النظر السياق أو الصياغة صحيحة ولا مش صحيحة، لكن اللي أنت عملته كثير غلط وما كان لازم يصير. كان لازم ابن البلد اللي عنده خبرة واللي عنده زي ما حكوا نقيب المعلمين وزي ما حكى في البرنامج وزي ما تابعت في المواقع عندهم ability انه هو مرشحين لجوائز نوبل، وانت رحت عملت في شركة بريطانية هي اللي توافق لك على المناهج، مش كان القرار في ايدك انت. ومع هيك قاعد نقاط المعلمين والجهات المسؤولة في وزارة التربية اللي شوي لسه عندهم ذرة أخلاق يمكن أو انتماء قاعدين بيحاولوا يعدلوا الإشي الغلط اللي صار بعد ما انطبعت أبصر أكم ألف نسخة إذا انطبعت النسخ هاي، وانت بتتحمل كل هاي الخسائر وانت الموضوع عندك، وما اتوقع انك انت راح تعمل اي اشي ولا تحاول تغير اي اشي. فاتوقع انه الاهالي لازم شوي يركزوا في المناهج اللي قاعدة تنعطى لابنائهم، الله يستر من اللي راح يكون فيها، انا ما بعرف شو الاخطاء الموجودة فيها ولا راح ادور شو الاخطاء الموجودة فيها، وبتمنى اني اصلا ما ادرس اولادي في مكان راح يكون فيه ناس هم اللي قرروا هاي المناهج زي ما تقرر في المنهاج اللي حاليا راح ينتشر.
للطلاب سواء في الصف الأول أو في غيره. والله يستر من اللي جاي. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.